في هذا الفيديو تتعرفون على النسبة المئوية ضللوا 20% من المربع في الصورة قبل حل هذا التمرين يجب أن تعرفوا معنى النسبة المئوية 20% هي 20% هذا يعني 20 لكل 100 اكتبوا المئة بالأرقام حتى تفهموا الموضوع جيداً 20% تساوي 20 لكل 100 أصبح السؤال أكثر وضوحًا هكذا: إذا أردتم تضليل 20% من المربع في الصورة، هذا يعني أن عليكم تضليل 20 مربع صغير. إذا كان عدد المربعات الصغيرة يساوي 100، هذا ما يعنيه 20 لكل 100. احسبوا أولًا عدد المربعات، وتأكدوا أنه 100. بداية، عدّوا المربعات أفقيًا، واحد، اثنان، ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره مربعات الان عدوها راسيا واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره مربعات عشره ضرب عشره يساوي مئه إذا لديكم مئة مربع صغير بما أن المربع الكبير في الصورة مقسم إلى مئة مربع صغير ومطلوب منكم في التمرين تظليل عشرين بالمئة منه إذا عليكم فقط تظليل عشرين مربع صغير هذا المربع الأول عندما تظللون مربعا واحدا تكونون قد ظللتم واحد بالمئة من المربع الكبير عندما تظللون مربعين، تكونون قد ظللتم 2% من المربع الكبير. الآن حلوا التمرين وظللوا 20% من المربع (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10). ظللوا الصف الذي يليه بأكمله أيضاً. هكذا تكونوا قد ظللتم 20٪ من المربع، وبالتالي انتهيتم من حل التمرين.